الله وبركاته. أزيان الحبيب عضو في جمعية أطلس بأيتم وقت، وعضو في رعاية جمعية مسجد رحمة بأيتم وقت، وعضو في جمعية مستمعين ومحبين الإذاعة من المغرب، وعضو في تنسيقية أحياء سفن الجبال اللي كتكون من تسعود ديال الجمعيات اللي حاضرة في هذه التنسيقية، اللي منها جمعية أطلس أيتم وقت، ومنها جمعية بشير البقيع أيتم وقت، ومنها جمعية أمل أيتم وقت، ومنها جمعية أيتم إيغيلو دردور، ومنها جمعية النهضة إيغيلو دردور، ومنها جمعية مستقبل إيغيلو دردور، ومنها جمعية تقود نايف عبد الرحمن، ومنها جمعية النصر إيمونسيس، ومنها جمعية ياتسيت تقويت الأحلى حي أحلكا. هادو هما الأحياء اللي كيتواجدو هنا، يعني ستة الأحياء اللي كيتواجدو هنا، ونتمنى وقفية احتجاجية الساكنة ديال سفن الجبال بالخصوص المطالب ديالنا البسيطة اللي هي عيش الحق الكريم. ما عندنا لا ماء، أغلبية ديال الناس ما عندنا لا ماء، ما عندنا لا ضو، باقي ولادنا كيقراو بالشمعة يا عباد الله في 2018. وفي المجالس الحضاري ديال أكادير اللي حنا كنتميو لهذا المجلس الحضاري من 2003 فاش ضمن المجلس البلدي ديال أكادير قبل، فاش كنا مع تابعين المجلس القروي ديال الدرارية، اللي تابعنا المجلس الحضاري ديال أكادير منذ 2003 ولم نستفيد منه ولو بركاسه وحده، ما استفدناها من هذه البلديه ب 15 سنه. ولا يعقل ولا يعقل ان باش يقول لي المياه والغابات داخل تراب المجال الحضاري، هذا راه الحماق، هذا راه لا يعقل. باش المجلس الحضاري كل فيه مازال لا التبعيات ديال المياه والغابات، هذا راه لا يعقل. مازال الشيء الحضاري القروي المجال القروي ممكن تيكون فيه المياه والغابات، ولكن مجلس البلدي ديال أكادير اللي كيقول لك حنا كنلبيو الطلبات ديال السكينه والبيان اللي صدرات البلديه ديال أكادير البارح، حتى بغينا نبوق في احتجاجيه وصدروا البيان اللي حنا هاد السكينه وفين كانوا هاد الناس 15 سنه وحنا كنعانيو. عندنا مدرسه بالنسبه للتوف فيها جوج د اقسام ما فيهاش المرحاض، وتيدرسوا فيها الاستاذات والاساتذه ما عندهمش المرحاض فين يقضيو الحوايج ديالهم، تيجلس في مدرسه ساعات اربعة سوايع حتى خمسة سوايع. واش هاد السيدة هذا ما غاديش يمشي يقضي حاجتو، تيمشي حاجة السامعين يقضي حاجتو تحت الشجرة ديال الرجال أو تحت الشجرة ديال الخروع. ولاد ديالنا اللي هي 130 تلميذ اللي كاينين في هاد الأقسام ما عندهاش المرحاضة عباد الله، واش الطفل ديال سبع سنين وست سنين غادي يجلس لك مدرسة بلا مرحاض مدة أربعة سوايع كار خمس ساعات؟ ولا يعقل ولا يعقل. المجلس البلدي لأكادير شوما عيبوها اللي كيعرفونا غير فوق الانتخابات، فاش كيعرفونا هاد الناس هادو؟ ثانيا البيان اللي صدروا كيقولوا راه كنجتمعوا مع الجمعيات، حنا مرة واحدة فاش تاع السيد رئيس المجلس البلدي عيط لينا مرة واحدة بعد ثلاث شهور ديال الانتخابات، فاش دازت الانتخابات عيط لينا جلسنا معاه في البيرو ديالو هنا، هذيك هي أول مرة وآخر مرة. اختار نهار الاثناء سبوح الجبال ولا يعقل عباد الله، رئيس المجلس البلدي أعطيناه الملف ديالنا كامل، قلنا له ودي على المطالب ديالنا السكينة ديال سبوح الجبال، هذا الشيء اللي خصها. وفاش طلع عندنا كنستغربوا السيد كيقول لك اشنا هو المطالب ديالكم، هذا راه لا يعقل، راه استهزاء بهذه السكينة. وحنا اليوم كنتواجدوا هنا كنطلبوا الحق ديالنا، كنطلبوا حتى الصوت ديالنا يوصل لقائد البلاد اللي هو جلالة الملك نصره الله. عرفنا إلى ما عطاش الأوامر ديالو في الملك ديال سبع الجبال، الناس ديال أكادير أغلبية ديال المسؤولين ديال أكادير خذونا بالوعود الكاذبة، خذونا بالتسويف، خذونا سوف نفعلوا، سوف نهدموا، سوف نبنيو. هاد الشيء حنا السكينة ما بقاتش قادرة تصبر على هاد الوضعية، زادوها هاد المجلس البلدي اللي كيسمي راسو اللي هو قاري، اللي هو قاري هو انسان واعي بزاف، كانوا المجالس السابقة خدينا الضو بدون رخصة بدون اشهاد بدون الالتزام، هاد الناس هادو واعيين وقاريين بزاف جايين وفارضين على السكينة واحد الحاجة اللي غادي تذبحهم غدا ولا بعد غدا، اللي هو واحد الاشهاد واحد الالتزام اللي هو خطير وخطير جدا على السكينة. داكشي علاش كتوجد السكينة هنا كتستنكر على هاد الشيء اللي دارت لنا البلدية ديال أكادير والمسؤولين ديال أكادير. وبين التصاميم عباد الله، بين التصاميم يخرجوا لحيز الوجود، وبين التصفيات الوعاء العقارية، وبين التصفية الوعاء العقارية يا المياه والغابات
يا المياه والغابات وديروا لي تفنيد مع الناس تكون لنا المشكل ديالنا. راه دابا التصاميم كيقولوا لك الرهن ديالهم ترهنوا سويات عقاريه، حنا بغينا يتسوى هذا العقار هذا باش ساكنه ديال سبع الجبال تعيش حق العيش ديال حق الكريم اللي كيخول ليها الدستور. وحنا عندنا كارت واحده كارت ناسيونال مملكه المغربيه، ما عندهاش الاستثنائيات بين هذا ولا هذا ولا هذا، هذا امازيغي ولا هذا عربي، حنا امه واحده، حنا بلد واحد، عندنا قائد واحد نصره الله وشكرا.